نيجي للجزء بتاع الرست تيوتوريال مجهد. الكارا كوركشن انا ما قلتوش لان هو مفيش، مش محتاج يعني. يعني انا كل اللي حصل حطينا هنشيلهم كده الاول، علشان حطيت اللايت سبوت، ودي طبعا من التوتوريال من الفايلز اللي جايه معاه بالمنظر ده كده. بلند مود اد سكرين وكيرفز افكت. بعد كده البارتكل اف اكس، على فكره دي موجوده فري على الموقع بتاعهم. لو انت كتبتوا بارتكل اف اكس هتلاقوا المجموعه كلها دي فري اصلا، وزودت واحده كمان بلند مود سكرين، ونزلت الكيرفز شويه عشان يعمل كونتراست. بعد كده اللايت عباره عن فراكتال نويز. بعد الفراكتال نويز حطيت ماسك، وحطيت سوليد كومبوزيت عشان الراديال بلر. لو من غيره هلاقي الراديال بلر قاطع الماسك بالمنظر ده، فحطينا سوليد كومبوزيت على بلاك. بعد كده زود انت براحتك في الراديال بلر. الادجستمنت لاير انا استخدمت اليوميتريك كلر، بحب استخدمه قوي، فاشتغلت على التمبريتشر عليه شويه والتنت قللته شويه، فاداني الافكت ده. مش عايز ده، خلي التنت دي بزيرو، هيديك اورنج كلر. والكيرفس عملت كونتراست كيرف. بالمناسبه الكيرف بتاع اليومتري حساس وسنسيتيف جدا عن الكيرفز العادي، تمام؟ فخلي بالنا انا ما اعملش دي كده، والا هتبهدل الدنيا زي ما احنا شايفين. ف يعني في الكيرفز العادي ممكن كده تديك الافكت اللي انت شايفه ده، اما هنا ده كده يبوظ الدنيا. ف يعني نهدى شويه في ده بالذات، لان ده سنسيتيف شويتين. ده بالنسبه لللوك اللي انا وصلت له، لكن في الراس انا مش عايز الهير، ومش عايز طبعا اضفت واحده تانية زي ما قلت لكم، ومش عايز ده، ومش عايز الكراكس، ومش عايز الماوس، تمام؟ بالمنظر ده كده. طبعا الفكره ان احنا هنبني واحده تانية خطوه. دول الكراكس لسه موجوده هنا، مش عايزها. هروح لدول وهضغط F4 وهروح لشاي وهقول له مش عايز دول انا كده كده مش محتاجهم، تمام؟ المين تايتل موس نفس الموضوع، انا مش محتاجها. انا هشتغل على دي. بس عشان اشتغل على دي انا هقفل ده واقفل ده واقفل ده واقفل ده، خلاص. هاجي هنا لكلين بليت خالص. كل مبدا حاجه كلين هبداها من الكراك تايب بيفل دي جواها الليله اللي احنا شايفينها دي، برضه مش محتاجها. هنقفل دي كده. هبدا من الكراك تايب الفا اللي جواها التكست. هروح لدي طبعا كومب، عملت الكل ده بري كومبوز، ورحت حاطه هنا وحطيت افكت الويجل علشان يدي الهزه بتاعه الكاميرا. عموما هاجل ده وهعمل كنترول كل ده كمان انا مش هحتاجه، برضو هوديه مع الشاي. وهاجل ده وكنترول دي هعمل لها دوبليكيت، كنترول شيفت سي، ودي هنسميها راست فاسيلز. راست، تمام. وهنفتح دي كده هنا، مش عايز دي في حاجه. هروح لير نيو سوليد وهنسمي دي راست، وهنحط فراكتال نويز، هخليه روكي، وهزود كونتراست حبتين وبرايتنس شويه وكومبلكسيتي، هيدي ديتيلز. ولو ان في دي بصراحه في السب سكيل هيبقى احلى منه، في سب ديتيلز تحفه من غير حتى الكومبلكسيتي، ما تعلى دي كده اللي هي الراست كومب. لو رحت
ليه؟ هشيل الديكي دي، مش عايزها في حاجه، عايز الفور رندر. هروح هنا وهاجي للمين تايتل سي سي بلس سيرفس، هقول له مش البيفل تايب، لا انا عايز الرست. تمام، هتبقى بالمنظر ده. تمام، ست مات نفس الموضوع، بس في نقطة ان انا عايز اخد نفس القصة، انا عايز اشيل ده دلوقتي، ان انا عايز اخد برضو مات من اللومينانس بتاعت الرست، فهعمل كنترول دي، وده هقول له لا خدها من الرست نفسها، وبدل لوم بدل الفا هتبقى لومينانس. كنترول دي، هرجع هنا هقول له كراك بيفل ونشيل ست مادي. تمام، لان انا بدلت. عموما راست في اكس. تمام، كالعادة الاثنين ست مات، واحدة لومينانس والتانية الفا. يمكن ده اوبس، لا هحتاجه. تمام، حلو كده. هنروح على AA وناخد اللايتنس ده شوية. ايه ناخد اللايتنس ده حبتين. تمام، جميل. نيجي للاخ اللي هو الرست ونعمل كيرفز، لان كالعاده بما اني عمل ست مات هنا يبقى انا هشتغل على الالفا، بس انا عايز يعني اقلله شويه. كنترول دي ريسيت الفا شانل ونطلع الفا شويه، ناخد شوية كده. طبعا لو انا شلت الكلام ده او جيت للإفكت ده تحديدا، للأخت دي تحديدا، تمام، وقمت عامل اس ومساحب السكيل بتاعها شوية، هلاقي الإفكت ظهر بالمنظر ده. يعني اللي كانت مدرية شوية، بس مش مشكلة كده، حبة كده. تمام، بس بما انها جت كده فاحنا ناخدها. جميل، طب خلصنا من الرست. الرست او بمعنى تاني الكوبي الاولانيه، بس في نقطه ان الرست انا عايزه بالنيجاتيف مش بالبوزيتيف، فانا هاخده كده عشان يبقى بالمنظر ده، حاجه بالشكل ده كده، يبقى محفور بالشكل ده. دي كده لو احنا اف اكس او هنسميها lower عشان ما نتلخبطش، وهعمل كنترول دي وده اهي هتبقى بالبوزيتيف، وهن invert اللومينانس المات، وده هنعكس الالفا بالمنظر ده. لو شلنا اللير اللي فوق هنلاقيها بالمنظر. زي ما قلت البتاع فعلا مليان 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 قوي يعني. خلاص، نيجي بعد كده على الكوبي اللي تحت. خلونا نحط دي. طب نيجي على كالعادة، لو أنا عايز أعمل فرق بين السيرفيسز وبعضها يبقى أنا هروح هنا وأحط دروب شادو. أيوه هو ده، زود الأوباستي، بيفرق جامد. على فكرة لو احنا جينا عملنا كده هنلاقي فعلا
الدنيا بتفرق. ولو زودنا الديستانس مش قوي بقى، لان لو زودت الديستانس بص هتروح منك كده تمام. فخلي بالك ده مش ريت ريزد شادو خلاص، ده 2 دي شادو حلو. ده كده بالنسبه لده، كده الدروب شادو ده خلص. على الرغم ان هو يعني بس بصراحه زي ما احنا شايفين عمل الاندنت اللي احنا شايفينه ده، التوب هتبقى زيه بس محتاج كنترول شويه. فانا مش هحطها دروب شادو، لكن هحطها من اللاير لانر شادو، واروح لانر شادو نزود ده ل 100. بس عايز اعكس، يعني عايز اوديها عكس اتجاه اللايت. بص تحس ان هي فيها عامل شبه الصفيحه كده تمام، اندنت كده. الديستانس مش قوي يعني، خليها مثلا بتاع 10 يعني، افتكر 10 كويسه. السايز 3 والله معقوله تمام، معقولة. في حاجة كمان انتوا عارفين، نيجي على لو جينا على اللور كوبي دي ورحنا على الكيرفز، ويمكن لا على التوب، ورحنا على كيرفز ومش انت يا عم، وسحبناه كده سن، هنعمل الفرق ده. وممكن كمان ان احنا نطلع يعني بالريد شوية، وناخد البلو من الشادو لان هي بقت شادو اصلا. يعني افتكر هيبقى ظريف. هيبقى ظريف. واللايت ده بي افتكر ما عادش عندنا ايدجز بقى، فنجيبه قدام شويه عند الزد، يعني باخده على زد بحيث ان انا اطلعه قدام الكلمه نفسها. وخلينا نروح نجيبه كده وبما اني عملت الحركه دي فاكيد ان انا هعمل ايه واخد انتنسيتي شويه. والله مكان اللايت ده مش عايز اقول لكم عليه عامل ما يعلم به الا ربنا في انك تظهر الافكت صح. انا عايز اخده لفوق عشان يبان بس، هو ده هو اللايت. اللايت لو مكانه صح الافكت بتاعك هيبقى زي الفل. نفس القصه في الاخ ده بي. وخليني كده اشوف لو انا جبت ده كده ورحت واخده كده شوية ورحت نزله تحت سنة، لا خلينا فوق بلاش تحت، خلينا فوق كده بحيث يبقى الإفكت كله جاي من تحت. و خليه ياخد تنت تاني غير البلو ده. افتكر كده احلى كتير. تمام تمام جدا ماشي. كده حلو قوي. وناخد ده لورا شويه. بس وافتكر كده خلصنا. انا حطيت تنت بس عشان اخف الساتوريشن شويه. هنا بقى غير براحتك، يعني لو رحت في ترانسفورم حتى غيرت سكيل، هنا هنا هنغير السكيل بالشكل ده. ممكن نزود الكونتراست هنلاقيه، يعني اللعبة كلها في الأخت دي.
ياه، درس طويل 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 طويل، بس في تكنيكات كويسة، في شغل كويس لو اتفهم الأساس بتاعه. فعلا 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 هتعمل كرييشن لحاجات كتيرة جدا مبنية على افكت زي ده. أشوفكم على خير في الدرس اللي بعده إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معاكم أحمد عبد الرحمن من GFX Academy TV.